السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم وبرحب بالأستاذ الفاضل باشمهندس عمرو عاطف. إن شاء الله هيكلمنا النهاردة عن التطور في مجال البيم، ألا وهو مجال البرمجة المرئية، ودي أسهل أنواع البرمجة. وباشمهندس عمرو عاطف يعني من المحاضرين في الداينامو، ومن المبرمجين بالسي شارب والبايثون وريفت اي بي اي، وانا مش هطول عليكم. تفضل يا باشمهندس، جزاكم الله بالخير. الله يكرمك. شكرا ليك يا باشمهندس. سامعني كده؟ تمام. تمام، الصوت تمام. شكرا ليك يا باشمهندس على الاستضافة أول حاجة. تاني حاجة، أتمنى إن هي تعجبكم كل الإيفنت إن شاء الله، ونطلع نستفيد حاجة من الليكتشر دي. طيب، إحنا دلوقتي الساعة 8، فأنا هبدأ. السيشن دي أول سيشن في معلش يا يعني باشمهندس عمرو، قبل ممكن بس تعلي الصوت شوية؟ اوكي، أيوة وانا ممكن اعليه من زوم يبقى افضل. تمام. كده افضل. أيوة تمام. طيب، السيشن دي ان شاء الله هي اول واحده من تو سيشن، يعني هي المين ايفنت هو النكست ستيج اوف اي اي سي اندستري، فاحنا قسمناها لتو سيشنز، ذا ستارت وذا اند. دايما بنحس ان المهندسين اللي شغالين ريفت منصبين جدا للبرنامج، وده نتيجة انهم حسوا بالفرق والنتيجة اللي ممكن نوصل لها لما برنامج الريفت ادانا بعد جديد نشتغل عليه، وهو بعد المعلومة. المعلومات سابقا كانت عملية التصميم الهندسي بتعتمد على الأبعاد الثلاثة X, Y, Z زي الأوتوكاد عشان نطلع منتج هندسي. حاليا قدر نظام البيم إنه يدخل بعض المعلومة داخل عملية التصميم، وعشان كده قدرنا نوصل لأبعاد تانية زي ال 4D وال 5D وال 6D وال 7D. والسؤال هنا، هل ده كل حاجة نقدر نوصل لها من خلال الريفت؟ ولا ممكن نتحكم في المعلومة بطريقة أذكى من الموجودة حاليا؟ أنا عمرو عاطف، معماري وماستر ستودنت في سويس كانال يونيفرسيتي، وبيم ماشين ليرنينج سبيشاليست في دي روتس، وكنت قبل كده بيم ار ان دي في اي سي جي. وهنتكلم النهارده عن why and what is Dynamo، هنتكلم عن الريفت اي بي اي وعن البايثون، هنتكلم عن البيست براكتس جوه الداينامو، وهنتكلم على شو كيسز من الداينامو نفسه. ليه لازم نستخدم الداينامو؟ لو جينا سألنا أي مهندس شغال بيم وقلنا له يعني إيه بيم؟ هيقول لي Building Information Modeling، وفي ناس هتقول لي Building Information Modeling Management. دي approaches الناس بتستعملها جوه في تطبيق البيم جوه الشركة بتاعتها، ولكن خلينا متفقين ان اي ابروتش فيهم متفق ان الانفورميشن مانجمنت جزء من العمليه الاساسيه، فسواء بيلدينج انفورميشن موديلنج او بيلدينج انفورميشن مانجمنت، الاثنين بيحتوي على الانفورميشن مانجمنت. فلو جينا نشوف ايه اقوى حاجه عندنا في البيم، هتلاقيها الانفورميشن مانجمنت. الحته دي هي اللي ممكن نطور عليها، هي اللي ممكن نكنترول كل حاجه من خلال Information Management، وأي تطوير في الزون ده هو اللي هيبقى في المستقبل، هو اللي هيسمع في المستقبل وهيبقى حاجة كبيرة في المستقبل. طيب الـ Information Management في الموديل بتاعي، إيه الحاجات اللي في الموديل اللي ممكن أطور فيها في المعلومات بتاعتها، اللي ممكن أتحكم وأوبتمايز المعلومات بتاعتها؟ ممكن يبقى عندي موديل مثلا محتاج أعمل له Analysis أو Validation، يعني محتاج اعرف الموديل ده مظبوط ولا لا، الداتا بتاعته مظبوطه ولا لا، مطابق للمواصفات ولا لا، عايز اعمل اناليسز معين وادرس دراسه معينه على البيلدينج اشوف منها هل ينفع او في حاجات معينه عدى البروسيس بتاعها ولا لا. وممكن يبقى انا عندي بروسيس كتير جوه الشركه، فانا عايز اعمل ورك فلو اوتوميشن عليها، يعني مثلا الناس بتاخد وقت طويل في انها تطلع حاجه، فانا عايز اعمل اوتوميشن للبروسيس دي.
بداية من الانبوتس كلها تدخل امتى ومين اللي يستلمها وتمشي ازاي وتروح فين وتطلع بشكل عامل ازاي. ده جزء من الانفورميشن مانجمنت، ان انا بعمل إدارة للمعلومة بتاعتي من أول ما تدخل لحد ما تخرج في سيستم كلير واضح لحد ما طلع معلومة بمواصفات معينة. ممكن أحتاج الانفورميشن مانجمنت برضو في البارامتريك أو جنريتيف ديزاين، فدول بيعتمدوا بالأساس على وجود المعلومة بتاعتي جوه الموديل، وهما دول الثلاث مناطق الأساسية اللي داينامو ممكن يأثر فيهم. فلو قلنا ان البام هو البيلدينج انفورميشن مانجمنت، فالانفورميشن مانجمنت هو داينامو، لان داينامو بيأثر في الجزء ده في البام موديل بتاعنا. يعني ايه داينامو؟ اول حاجه عشان نبدا نبرمج ونسهل المعلومات ونسهل البرنامج بتاعي وابدا ابرمج عليه، ففي طريقتين للبرمجه. اول حاجه التراديشنال بروجرامينج لانجويجز، يعني ابدا ابرمج بالطريقه العاديه، والطريقه العاديه دي لازم اقعد اكتب لاينز اوف كود، يعني بكتب سطر بسطر زي ما احنا شايفين، والكود بيبدا يتقري من فوق لتحت ويبدا يطبق اللي هو موجود. والطريقه دي بتبقى مرهقه شويه في الكتابه، وبتحتاج مني ان انا اتعلم لغه البرمجه اللي انا بكتب بيها، اتعلمها from A to Z عشان اعرف اكتب بيها. ولكن مؤخرا ظهر عندي الفيجوال بروجرامينج لانجويج، ودي من اسمها فيجوال بروجرامينج لانجويج، يعني لغه مرئيه، يعني مش بقعد اكتب سطر بسطر، هي مجموعه السطور كلها مكتوبه في بلوك معين او في نود معينه، والنود دي انا بستدعيها وبدخل فيها الانبوتس بتاعتي، وهي بتعمل البروسيس جواها وتطلع لي الاوتبوت. يبقى انا هنا مش بشوف الاكواد، مش بشوف سطر بسطر من الكود مكتوبين وابدا اعدل فيهم او اغير فيهم، لا، انا بستدعي البلوك او النود اللي هي بتبقى انا عارف هي بتعمل ايه بالظبط، وابدا ادخل فيها انبوتس معينه وهي تديني outputs معينة. وبالطريقة دي بيبقى عندي البروجرامينج as a puzzle بشكله الحقيقي، هي فعلا puzzle ببدأ أوصل الوايرز بتاعتها من جنب معين، يطلع لي الoutput من الجنب التاني، أخد الoutput ده أوصله في input تاني وأكون السكريبت بتاعي. ودي طبعا بتبقى أسهل لو حد لسه بادئ جديد، او لو مهندس اصلا هو دماغه مليانه سواء معماري او ستراكشر او ام اي بي، فهو دماغه اصلا مليانه بالتكنيكال، فهو بيجد صعوبه ان هو يتعلم اللغات البرمجه اللي هي الصرفه زي السي شارب. فاحنا برنامج الداينامو هو فيجوال بروجرامينج لانجويج، والاساس بتاعه كله مبني على ان هو بلوكات من الاكواد مكتوبه جوه، والاكواد دي بتبدا تاكت معايا في البرنامج. احنا مش هندخل جوه البرنامج قوي، ولكن هناخد الانترودكشن بتاعه. طبعا داينامو بقدر افتحه من بقدر افتح داينامو من مانج، وبكليك على داينامو بيفتح معايا بالمنظر ده. اول ما يفتح معايا بلاقي ان انا عندي باك جراوند work، يعني graph background اعرف انزل فيها الشغل بتاعي، بشتغل على الباك جراوند دي، واقدر اسويتش من النود باك جراوند على الجيومتريكال باك جراوند، فيبدا هنا اشتغل عمليات سواء ليها علاقه بالداتا مانيبيوليشن او بالجيومتريكال داتا مانيبيوليشن. وطبعا هتلاقي عندنا هنا اللايبرري من الجنب، اللايبرري دي اللي فيها كل اللي هي البلوكات او اللي بنسميها نود، فببدأ استدعي كل حاجة منها أنا بحتاجها وابدأ اشتغل عليها ويطلع لي الاوتبوت بالمنظر ده، والاوتبوت اللي بيطلع أقوم موصله في انبوت تاني. وبالطريقة دي ببني معايا سكريبتات كبيرة تبقى الوحدة فيها اللي هي النود بتاعتي. وهنلاقي اللايبرري دي مع كل فيرجن بتاع الداينامو بتبدأ تكبر وتبدأ تانتراكت أكتر مع الريفت، ويبدأ يبقى فيها نودز أكتر بالمنظر اللي احنا شايفينه ده.
الموضوع كله هم بسطوه على قد ما قدروا، بحيث ان احنا لو وقفنا على اي نود هتبدأ تظهر لنا شرح النود دي بتعمل ايه ومحتاجة inputs عاملة ازاي وبتطلع لي output عاملة ازاي بالمنظر ده. وبالتالي فانا لو جاي ابدأ داينامو فانا لازم ابقى عارف يعني ايه برمجة في الاول، وعارف يعني ايه data types، لاني اهم حاجة عندي في الانبوت والاوتبوت بتبقى الداتا تايب بتاعي. وعندي طبعا سيرش، لو انا مثلا عملت سيرش على مثلا وول وقلت له حاجة زي كده، فهتلاقي هنا بيشرح لي النود دي بتعمل ايه، بيكرييت ا ريفيت وول فروم ا جايدنج كيرف ستارت ليفل اند ليفل اند وول تايب. وهتلاقي الانبوتس هنا لو جينا نركز هتلاقي بيقول لك كيرف وستارت ليفل واند ليفل وول تايب. في حاجات تانية مثلا يعني بتلاقي فيها inputs مختلفة زي اللي أنا واقف عليها دي اسمها by face. لو جينا نشوف الانبوت بتاعها هتلاقي بيقول لك string. طب يعني ايه string؟ string ده يعني characters. طب أنا عرفت المعلومة دي منين؟ لازم أبقى أنا عارف programming basics في الأول، لأن string دي هعرفها في programming basics في data type. كل نوع من أنواع الداتا بينقسم، مثلا لو أرقام بتبقى حاجة لوحدها بتعامل معاها لوحدها، لو ارقام عشريه بتبقى حاجه تانية، لو كاركترز بتبقى حاجه ثالثه. وفي حاجات عندي ليها علاقه بالريفت اي بي اي، كل المكتوب ده تقريبا له علاقه بالريفت اي بي اي. ستارت ليفل طالب مني ليفل، طب انا هديله الليفل ازاي؟ ليفل من جوه الريفت. طب يعني ايه ليفل من جوه الريفت؟ ده اوبجكت، ده جاي من الريفت اي بي اي. وبالتالي فكل ما يبقى عندي معرفه اكتر يعني ايه ريفت اي بي اي، ويعني ايه بروجرامينج بيزكس، ويعني ايه برمجه اصلا في الاساس، وكل ما يبقى عندي معلومات اكتر ببرنامج الريفت، لاني انا بطور على برنامج الريفت، فكل ما يبقى عندي معلومات على برنامج الريفت اقوى، كل ما اقدر اوصل للمطلوب بشكل اسرع وبشكل قوي. وبالتالي فهي دي البيئه اللي الداينامو بيشتغل فيها. تبدا تستدعي كل الاكواد او كل الحاجات اللي انت عايز تعملها وتبدأ توصلهم زي البازل. What is Revit API? الـ API هو Application Programming Interface. يعني إيه Application Programming Interface؟ يعني الأكواد اللي البرنامج ده مكتوب بيها. طب ايه علاقه ده بالريفت؟ لا، ما هو قال لك استنى، ما هو الريفت ده اوبن سورس، يعني الاكواد اللي الريفت مكتوب بيها متاحه ان اي حد يشوفها ويبرمج بيها اي حاجه هو بيشتغلها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا لو رحنا اونلاين في سايت اسمه ريفت اي بي اي دوكس، والسايت ده لو جينا نفتحه هنلاقي ان هو حطيت لي الفيرجنز بتاعت الريفت كلها، ولو دوست على اي فيرجن منهم هلاقي هنا بيبدا يقول لي ان كل الاكواد دي هي الريفت مكتوب بيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو عايز تعمل وول وتبرمجها بالسي شارب هتدخل هنا تسيرش على وول كلاس، هيفتح لك الاكواد اللي انت لو كتبتها جوه السي شارب او البايثون او الداينامو، هتروح تجيب لك هتروح ترسم لك الحيطه دي في الموديل. وبالتالي فده الريفرنس بتاعي الاساسي. الريفرنس بتاعي، ريفرنس بتاع داينامو، ريفرنس بتاع بايثون، الريفرنس بتاع سي شارب. لو في حاجه مش موجوده في الريفت اي بي اي وفي حاجات مقفوله زي السيلينج، محدش يقدر يكاري سيلينج من خلال البرمجه، لان هو اصلا لو جينا نسيرش عليه هنا مش هنلاقيه في الريفت اي بي اي. فانت ازاي اصلا مش عندك السورس كود بتاعه؟ لازم يبقى السورس كود بتاع اي عمليه تطويريه موجوده في الريفت اي بي اي. وهنتكلم على الحته دي بعد كده، ان اي كود ببدا اشتغله لازم اتشيك ان الكود ده ينفع يتطبق ولا ما ينفعش، لان لو مش موجود في الريفت اي بي اي يبقى الكود مش هينفع. لو انا جيت كده فتحت الوول وفتحت الوول ميثودز، دي الميثودز اللي بتكريت وول، فهنا تلاقي فيه كرييت ميثود، وتلاقي هنا مثلا بيقول لك دخل لي اللي هي الداتا دي، دخل لي اللي هي البروفايل اللي هو الليست اللي هو من الكيرفز اللي بتكون لك الحيطه، الدوكيمنت اللي هيتكريت فيها،
الاليمنت اي دي اللي هي الوول تايب اي دي الليفل اي دي، هل الوول دي عايزها ستراكشرال ولا لا. لحظه يعني كل ده اقدر اكوده بالظبط. طب انا استفدت ايه لما اكود انه يرسم حيطه؟ لا، ما هو الحته دي احنا مش بنشتغلها عشان اعمل حيطه واحده، انا بحط البروسيس بتاعت الكرييشن بتاعت الحيطه واوصل الانبوتس دي في اوتبوت ثانيه بتتغير مع الفايل او بتتغير مع الكيس اللي انا بشتغل بيها او بتتغير بيزد على حاجه ثانيه. فانا عايز كل ما الحاجه دي تتغير الكود بتاعي الانبوتس بتاعته تتغير ويقوم كاري حيطه بيزد على المواصفات اللي هي استجدت معايا. وبالتالي العمليه دي اسمها عمليه الاوتوميشن، اللي هو انا بربط المدخلات بتاعتي بمتغيرات تانية في حاجه تانية ليها بتاثر فيها. فلازم هنا باجي اتاكد ان الكود ده موجود في ريفت اي بي اي. وزي ما انتم شايفين ان انا لو دورت على اي حاجه هتلاقوا كل حاجه في الريفت اي بي اي موجوده هنا، تقريبا كل حاجه من اول الانترفيس والريبونز لحد ما ندخل في الديتيل دي. ولو جينا فتحنا بتلاقي هنا في الوول ميثودز، يعني العمليات اللي ممكن تتم على الاوبجكت اللي اسمه حيطه. لو جينا فتحنا البروبرتيز بتاعتها هتلاقي هنا البروبرتيز اللي هو زي البارامترز اللي هي جواها. يعني انت لو قلت له دوت في اللاب ده هيقول لك الحيطه دي اتعكست ولا ما اتعكستش، الاورينتيشن بتاعها هيطلع من هنا، البارامتر بيطلع من هنا، كل حاجه هنا بتبدا تقول لك يعني يطلع لك بارامترز من جوه الحيطه. فطبعا هي لو موجوده هنا يبقى انا ببدا اتشيك الكود بتاعي اول ما نشوف هل البروسيس الكبيره اللي الكلاينت او الشركه بتطلبها مني تقول لي والله عايزين نعمل اوتوميشن للبروسيس، فهبدا هنا اشوف هل ينفع ولا ما ينفعش، ده الف ب على طول. فهو ده ريفت اي بي اي. فانا عندي هنا لو انا بكريت حيطه بالطريقه العاديه، فانا هكريتها في الريفت ازاي؟ هقول له والله انا عايز في الريفت كريت الحيطه دي، فهيفتح لي اللي هو وول كرييشن بالمنظر ده. فهروح للريفت اي بي اي هلاقي هنا طالب الدوكيمنت. ايه الدوكيمنت؟ الدوكيمنت اللي انت فاتحه. طب يعني ايه؟ يعني لاحظوا هنا الكابابيلتيز بتاعت الريفت اي بي اي. معنى كده ان انا ممكن ادي له دوكيمنت مش مفتوح عندي، معنى كده ان انت ممكن تشتغل على كذا دوكيمنت في الباك جراوند. يعني تفتح مثلا يبقى عندك لسته من الدوكيمنتس وتفتح واحد وتعمل عليه العمليه دي، واحد تاني وتعمل عليه نفس العمليه دي. فالدوكيمنت عندك بارامتر ممكن يتغير، وبالتالي الريفت اي بي اي بيفتح لك ليميتس ثانيه خالص حتى بعيدا عن الداينامو. هتيجي تقول له طب اديني الكيرف. لو انت في الميثود العاديه هتختار الكيرف من هنا، هترسمه من هنا، هنا بيقول لك دخلي الكيرفز. بس طبعا كل ده بالهارد كودنج، انت بتبدا بقى تهارد كود كل الكلام ده. انما مثلا في الداينامو زي ما شفنا هو مديك البلوك اللي انت بتدخل فيه 1 2 3 4 بتدخلها بوايرز، انما في الهارد كودنج انت بتضطر تكتب كود لاين باي لاين عشان يعمل لك البروسيس دي. بعد كده بيقول لك الاليمنت اي دي بتاع الوول تايب اي دي، الوول تايب بيجي من هنا، اروح اشوف الوول تايب اي دي بتاعه وبعدين اديهوله هنا. ولاحظ ان هنا باللون الاخضر كاتب لك الداتا تايب بتاع كل حاجه داخلاله. يعني الاليمنت اي دي هو عايز اليمنت اي دي للوول تايب، ما ينفعش تدي له اسم الوول تايب، لا اليمنت اي دي يبقى تدي له اليمنت اي دي. هو ايه الاليمنت اي دي ده؟ لما ندخل في الريفت اوبجكت، ريفت اي بي اي اوبجكت، هنعرف ان في داتا تايب ليها علاقه بالريفت اي بي اي، بالريفت نفسه. ريفت له داتا تايب خاصه بيه غير الداتا تايب الاساسيه بتاعت البروجرامنج اللي هي النمبر والانتجر والسترنج والحاجات الاساسيه اللي اي بروجرامر عارفها وبيبرمج بيها. بعد كده هيطلب مني الليفل اي دي، الليفل اي دي اللي هو الليفل اللي انا هرسم بيه، نفس الكلام طالبه هنا ليفل اي دي، فهو ليفل اي لازم اديهوله اي دي. وزي ما انت شايف الطريقه البيسك لازم اعرف الكلام ده حاجات اساسيه، ما ينفعش ما تديلوش ليفل، ما ينفعش ما ترسمش وتقول له اعمل لي حيطه، هي نفس الكلام هنا. وفي بيقول لك الاستراكشرال، هل الحيطه دي استراكشرال ولا لا؟ ودي طبعا بول يعني بولين، يعني صح او غلط، ودي برضو من الداتا تايب اللي انا لازم ابقى عارفها قبل ما ابدا داينامو، قبل ما ابدا اي حاجه. طبعا ممكن ابدا داينامو من غير ما اعرفها، بس لازم اعرفها، هعرفها في النص او حد هيقولها لي هعافر فيها شويه، بس لو انا عارفها في الاول هتلاقيني ماشي
سرعه الصاروخ جوه البرنامج. طيب عرفنا كده ان الريفت اي بي اي هو الحلقه الوصل او الحاجه الاساسيه اللي انا ما اعرفش انفذ كود في الريفت الا بيها، وبالتالي فداينامو ما يقدرش ينتراكت مع الريفت على طول، هو بيروح للريفت اي بي اي بيعرف الاكواد منه او داينامو البلوك بتاعته او النودز بتاعته متبرمجه من خلال الريفت اي بي اي. يعني الاكواد اللي مكتوبه جوه داينامو هي من داخل الريفت اي بي اي، وبعد كده بيكلم الريفت يقول له والله اعمل لي وول بالكود ده اللي انا جايبه اصلا من الريفت اي بي اي. وبالتالي فالعمليه بتمشي بالشكل ده، داينامو بيكلم الريفت اي بي اي بياخد اللي هو عايزه، هو اصلا اخده، الناس اللي برمجوه حطوا اللي هم عايزينه، وفي حاجات ما حطوهاش مش عارف ليه اكشلي، بس في حاجات ما حطوهاش. وبعد كده بيروح انتراكت مع الريفت، ياخد منه داتا ويعمل بروسيسز ويديله داتا في المقابل. طيب واي بايثون؟ احنا اتكلمنا عن داينامو لحد دلوقتي، داينامو زي الفل وبقدر ادخل عليه وبسهوله جدا، ليه ادخل تاني في بروجرام او ليه ابدا ابرمج بالبايثون جوه الداينامو؟ اول حاجه لغه البايثون او ايه هو البايثون اصلا؟ البايثون لغه برمجه يعني تعتبر من اسهل لغات البرمجه اللي ممكن المبتدئ يتعلمها، بسيطه جدا واللوجيك بتاعها بسيط، وممكن تستعملها من غير الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، وده كونسبت كبير في البرمجه، فهي تعتبر يعني ابسط حاجه ممكن حد يبدا بيها. طيب نرجع تاني للنودز بتاعه داينامو. احنا قلنا ان هي واضحه واقدر استعملها وحلوه قوي وكل حاجه، ولكن لو جيت مثلا ادور على النودز عايز اعمل دوبليكيشن للتايب، هل هلاقيه؟ لا مش هتلاقيه في داينامو. طب اعمل ايه؟ لو رحت للريفت، هو موجود ولا لا في الريفت اي بي اي؟ لو رحت للريفت اي بي اي هلاقيه موجود في الريفت اي بي اي، ان في كود فعلا اسمه دوبليكيت اليمنت تايب، بيروح على الاليمنت تايب ويعمل له دوبليكيشن، موجود في الريفت اي بي اي ولكن مش موجود في داينامو. طب هل انا كده وقفت في الداينامو؟ هل ما اقدرش اعمل حاجه؟ لا، ما هو هنا بقى فتح لك البايثون اللي جوه الداينامو. هتروح للداينامو تفتح بايثون سكريبت، تبقى لازم تبقى عارف تكتب بالبايثون، تبدا تستدعي مكتبه الاوتوديسك جوه البايثون، تقول لها بقى تعالي يا اوتوديسك جوه البايثون بتاعي طلعي لي الاكواد دي، هديك الانبوت من هنا واقدر ازود الانبوتس بتاعي في البايثون نود 1 2 3 4، اكتب اي كود، وطالما كتبت بايثون هنا فانت خلاص انت خارج الحدود. يعني ايه خارج الحدود؟ يعني انا ممكن اكتب كود هنا في البايثون اول ما يقراه يقفل لك الويندوز اصلا، ممكن اول ما يقراه يروح يكوبي فايل يعمل اي حاجه، وبالتالي فانت هنا بتتحكم في الويندوز كله مش بس الزون بتاع الريفت او الزون بتاع الداينامو والريفت والريفت اي بي اي، انت هنا بتتحكم في البرنامج كله من عن طريق البايثون، وبالتالي فده سورس مفتوح وكبير قوي ان انا ابرمج بالبايثون جوه داينامو. طيب ما برمج بقى، ما اروح على ابرمج على السي شارب، انا ايه اللي جاب؟ طب انا جيت هنا لبروجرام تاني ولسه هبدا اشتغل عليه تاني من الاول وبرده لاينز وكده. ما هي بقى هنا في تريك، ان انت هنا البايثون اسهل بكتير، مش لازم اوبجكت اورينتد بروجرامنج، يعني لو كتبت اي حاجه هنا هتبدا تطلع لي. احنا ممكن ناخد اكزامبل برده من الداينامو نفسه، انا لو هنا رحت استدعيت البايثون وطلع لي سكريبت زي كده، دبل كليك بيفتح لي البايثون سكريبت. فالبايثون سكريبت ده ببساطه خالص بيقول لك ان الانبوتس بتاعتك انت ممكن تزودها بحيث انك تقبل اي عمليات، ممكن لحد الى ما شاء الله تقعد تدخل عمليات هنا وايرز، والوايرز محمله بداتا، فتقدر تعمل عمليات على كل الوايرز اللي داخله لك دي. فقال لك اي حاجه تدخل لك، مثلا يعني انا مش عايز ندخل في تعقيدات اكتر، ولكن او يعني ببساطه خالص بيقول لك ان اول واير بيبقى اسمه ان، وتفتح اقواس بالمنظر ده وتحط زيرو كده، ده معناه بيعبر عن اول واير. معنى كده ان انا لو هنا دخلت واير مثلا قيمته 5
طبعا انا عارف ان انا بدخل في حاجات كتير، ولكن انا بس بوضح فكره معينه، يعني مش لازم نعرف ايه ده او عملت كذا، ان هم دي قيمه 5 ماشيه في الواير ده وداخله هنا دلوقتي. وهنا قلت له في البايثون حط لي فاريبل اسمه اكس، حط فيه 5، والاوتبوت بتاعي انا عايزه يبقى قيمه الاكس ده اللي هو نفس الفاريبل ده. فلو قلت له رن هتلاقيه هنا في الاوتبوت قام مطلع لي run started. اوكي ريفيت موديل عشان انا اعمل ترانزيشن. اوكي run دلوقتي completed، طلع لي 5. البايثون اي انبوت ببساطه خالص يقول لك حط لي رقم الواير اللي انت مدخله 1 2 3 4. ابدا اتعامل بالفاريبلز اللي انت دخلتها، استدعي مكتبه الريفيت اي بي اي، ابدا اشتغل عليها 1 2 3 4 اكوادك روس. هتلاقي البروسيس الكبيره او المعقده او اللي ما كانتش متاحه جوه داينامو بقت متاحه هنا عندي في البايثون. وبالتالي فانا ممكن اكتب اي اكواد هنا، حتى لو ليها علاقه بالجيومتري، حتى لو ليها علاقه بواتيفر، اكتبها كلها هنا واقدر اشغلها منها. فطبعا البايثون جوه الداينامو اضافه كبيره وبيشتغل بالطريقه دي، ان البايثون هنا بينتراكت مع الداينام، والبايثون بينتراكت مع ريفت اي بي اي فول اكسس لريفت اي بي اي، اقدر اخش على كل الاكواد اللي جوه ريفت اي بي اي على عكس الداينام. في ميزه كمان، ان انا لو انا بستخدم البايثون مع الداينام، انا ممكن اكتب اكواد بايثون وبعدها اروح اسويتش على اكواد داينام نودز داينامو، وبعدين اروح اكتب حته صغيره في البايثون. يعني هنا احنا مش هننتراكت مع البروجرامنج لانجوج غير في الاطار اللي احنا عايزينه فقط. مش لازم اكتب كل حاجه جوه البايثون، لا انا هكتب جزء بايثون جزء داينامو جزء بايثون جزء داينامو. وبالطريقه دي هيبقى الاوتوميشن بتاعي اسرع، بالذات للمهندسين اللي مش عايز ياخد كارير البيم ديفلوبمنت يشفت تماما، لا هو عايز الداينامو كتول مساعده ليه. هو عايز يبقى بيعرف يبرمج لو حاجه وقفت قدامه، بيعرف يبوش معاه لو في ريبيتيتيف تاسكس قدامه يقدر يكودها على سكيل صغير، على سكيل شركه، مش على سكيل ان هو هيبيع الكود ده، مش على سكيل ان هو هيعمل بلوجن ويبيعها ويوزرز كتير يشتغلوا بيها، لا ده انا محتاج الكود، الشركه بتاعتي محتاجاه، فبنكستم الشغل عليه وبنبدا نشتغل بالطريقه دي. طيب هل في حل لموضوع ان انا لازم اكتب بايثون؟ لان لو انا عايز اشتغل داينامو بس، ينفع ولا لازم اروح للبايثون عشان اشتغل بالاكواد؟ اكشلي الداينامو قال لك والله انا عندي حل، انا في حاجه اسمها اونلاين باكجز اكسترنال باكجز ببدا اسيرش فيها، واي حد ممكن ينزل فيها الاكواد بتاعته. يعني مثلا انا لو عملت كود بتاع الدبليكيشن وحطيته هنا، ناس كتير عامله اكواد كتير، اقدر اروح اسيرش عليه وانزله وهلاقيه بالمنظر ده نود، بس وراها في زي جروب كده وراها، ودي معناها ان هي مكتوبه كاستم نود اكسترنال باكج نزلت عندي. لو انا جيت افتح النود دي هتلاقي وراها بايثون سكريبت مكتوب، بس احنا مش لازم ننتراكت معاه، احنا لو استدعينا اللايبرري دي هنعرف نشتغل بيها، هنعرف نطلع اوتبوت منها، ومش لازم ندخل جوه البايثون بتاعها. وبالتالي ففي حل، لو في حاجه مش موجوده في الداينامو من خلال ريفت اي بي اي نقدر نسيرش عليها، واللايبرز دي بتبقى غالبا كافيه او فيها كل حاجه مش موجوده. طيب البيست براكتس، لو انا حابب الموضوع ده وحابب ابدا في داينامو، ايه اهم حاجه لو هبدا في البروجرام؟ انا عايز اقول لك من التجربه بتاعتي ان المشكله مش في داينامو، مش في التول نفسها، المشكله في ان احنا بنفكر ازاي ابدا افكر في لوجيك، ازاي ابدا افكر في كود، ازاي اوصل للحل. هي دي البوينت الاساسيه قوي. في ورك اراوند كتير بتتعمل لو الحل صعب، ولكن لازم انا اعرف اعملها، لازم انا اعرف افكر ازاي عشان اوصل لها. الخطوات اللي قدامنا دي خطوات لان انا افكر، يعني افكر الجوريزميك، افكر بشكل خوارزمي عشان اعرف احل المشكله.
ازاي اعرف ابدا من المشكله فين، واروح ابدا اقسمها اجزاء صغيره، وبعدين اتاكد من الريفت اي بي اي هل موجوده ولا لا، وبعد كده ابدا اجرب كل حل لوحده، وبعدين ابدا اشوف الحلول دي كلها اجمعها مع بعض بحيث ان انا ابدا اكون خوارزميه قويه بتشتغل على الحاجه دي، وابدا اجرب وانا شغال، وبعد كده ابدا اطور فيها بحيث اتلاشى لو فيها ايرورز بتطلع او كيسز معينه لليوزرز بيدخلوها. ففي الاطار ده هناخد اكزامبل بسيط عن روم فينيشز، ازاي مثلا داينامو ممكن يشتغل على حاجه زي كده. انا هفتح هنا معايا موديل بالمنظر ده. ده موديل لفلورز، انا عندي تو تايبس من فلورز معينه، وعايز اعمل فلور فينيش للرومز دي. لو جينا لاحظنا هنا وفتحت مسكت الفلور دي وبصيت جواها، هلاقي في الايديت تايب بتاعها T1 تايب 1 تايب 2 سوري، ودي في الايديت تايب بتاعها هلاقيها T1. معنى كده ان يعني دي اخده فاليو في التايب، ودي ليها تايب مارك. لو انا رحت هنا للبلان بتاع الدور ده ومسكت الرومز اللي هي اوريدي محطوط فيها البلاطه دي اللي هي الروم دي، اول واحده لونها ازرق، وهنا البلاطه اللي لونها ازرق كانت T2. لو رحت مسكت الفلور بلان مسكت الروم دي مسكت الروم دي هلاقي هنا في الفلور فينيش T2. هو اللي بيحصل هنا ان لكل روم، انا لو مسكت الروم دي وعدلت البارامتر بتاع الفلور فينيش وخليته T1 او T2 وجيت ران السكريبت هلاقيها بتتكستم معايا. يعني لو انا غيرت دي، خلينا نعمل بس رول باك الاول هنا، لو انا جيت همسك دي قلت له والله خليها لي الفلور فينش T2، وجيت اعمل رحت للداينامو بلاير وقلت له run create floors for all rooms. شوف ال 3D بتاعي، الروم دي اتحط لها فلور. همسك، خلينا نعملهم فيو بتاعي، همسك روم تانية دي مثلا، هقول له في الفلور فينش T1، دي كانت T2. اوكي هقول له ران تاني، ايه اللي بيحصل؟ العمليه هنا بقت اوتوماتيك، ده اللي مطلوب يتم. طب انا هوصل ازاي للحل ده؟ البروسيس بتاع الداينامو مش تعجيزيه، البروسيس بتاع الداينامو زيها زي البروسيس العاديه. انت لو عايز تعمل كده هتعمل ايه؟ لو احنا بنفكر مع بعض وقلت لك والله روح طبق لي ده مانيوال، هتعمل ايه؟ هتروح أول حاجة تجمع كل الفلور نيمز أو الفلورز وتشوف كل فلور منهم التايب بتاعها اسمه إيه، وتروح تشوف كل روم أخدة فلور فينيش اسمه إيه، وبعدين تروح تقول لكل روم موجودة عندي فيها نفس اسم التايب ده طبق فيها الفلور فينيش ده. ازاي الكلام ده؟ طب انا هعرف منين؟ ما احنا عرفنا ان الفلور عشان اعملها محتاج ايه؟ زيها زي البروسيس اللي انت بتمشيها في الريفت بالظبط. لازم ترسم باوندري، لو انا جيت هنا قلت له نيو فلور هيقول لي لازم تديني باوندري، لازم تديني فلور تايب، ولازم تديني الليفل بتاعي، وهو ده اللي موجود جوه داينام. لكل فلور هتتكريت
لازم تديله الثلاثة inputs دول. لو جينا نفتح الكود بتاعي عشان أبص على البروسيس دي ماشية إزاي، هتلاقيها مقسمة لثلاثة بروسيسز كبيرة. البروسيسز المقسمة ليها، أول بروسيس اللي هي بنجمع منها get boundary from all rooms، يبقى أنا أول حاجة لازم ألاقي الباوندري دي كلها بروسيس عشان بس ألاقي إيه في الآخر، هي دي النود الإفكتيف بتاعي. دي نقطة البداية بتاعتي، أبدأ من محتاج تعمل فلورز، تمام أنا هستدعي نود الفلورز، محتاج الأوتلاين كيرفز والفلور تايب والليفل، أبدأ أرول باك. طيب أجيب إزاي الأوتلاين كيرفز؟ أجيب الأوتلاين كيرفز بيزد على إيه؟ إيه البيست ورك فلو؟ هل هفضل أمسك روم روم وأقول له سيلكت مثلا الوولز دي؟ ولا الروم نفسها هي بتحتفظ بالمعلومة بتاعت الباوندري بتاعها؟ فروح امسك الروم وهي لوحدها تطلع لي الاوتلاين كيرفز والروم دي نفسها يبقى فيها معلومه الفلور تايب والروم نفسها فيها معلومه الليفل. يبقى انا كده عرفت ان عشان اكريت فلور انسب ورك فلو ليها من خلال ان انا امسك الرومز واقول له الرومز دي حطها على، يعني طلع منها بارامترز معينه، طلع منها داتا معينه، والداتا دي هاخدها واروح احطها في النود بتاعت الفلور. وبالتالي دي انسب طريقه اقدر امشي او افكر في الموضوع بالشكل ده. انا محتاج ايه والحاجه دي بتطلع ازاي، فلازم اخد حاجه محمله بالبيانات اللي انا عايزها. ونبدا فعلا اول حاجه نستدعيها هي الرومز، وبعد كده نعمل عليها نطلع الرومز اللي احنا عايزينها بالظبط، وبعدين نبدا نشوف. تلاقي في نودز عندك بتساعدك زي روم دوت فينش باوندري. الموضوع مش لوغاريتمات، بنبدا في الاول بالداينامو عشان سهل، لانه هنا بيفهمك الكونسبت، بيفهمك ان الروم جواها فينش باوندري از داتا جواها، وبالتالي فانت ممكن تطلعها عادي في داينامو، مش معضله. لو انت بتعملها بالريفت اي بي اي برضه بالسي شارب برضه كود بتستدعيه بيطلع لك الكيرفز من الروم. ولكن المشكله ممكن تبقى شويه ان انا بروح استدعي ده من حاجه وحاجه من حاجه لحد ما الاقيها، فشويه مع الوقت هتبقى واضحه معانا برضه، هتبقى سهله. بس في الاول الموضوع كله بسيط، استدعيت الروم هو ده اللي انا عايزه. امال كل النودز دي بتعمل ايه؟ دي بتظبط لي الداتا، بترتبها، بتخلي ان مثلا لو انا عندي روم هنا، الروم دي مثلا اوت اوف سبيس، محطوطه في مكان في الموديل ما لهاش باوندري، فالموديل بتاعي هيقف. يعني انت كده مدخل لي روم ما لهاش باوندري، فاديتك قيمه غلط، اديتك قيمه فراغ في الموديل. في الداتا بتاعي داتا ستراكشر دي عباره عن ليست، في الليست دي فيها واحده روم بايظه، هتوقف لك الكود كله. وبالتالي فكل بقى البروسيس دي اللي هي الفاليديشن، انك تظبط الكود وتنظفه وتعمل كل العمليات دي يعني. تمام. تاني حاجه بتبدا تعملها ايه؟ جيت ليفلز. طب الليفل دي بمعلوميه ايه؟ نفس الكلام، بتاخد الروم اهي وتقوم رايح قايل له طب هات لي الليفلز، استدعي الليفلز من الرومز دي بالمنظر ده. جبت الليفلز، انت كده معاك الانبوتس، برده كل العمليات الباقيه دي بنرتب الداتا وننظف. وخد بالك هنا، شوف الكي بسيط جدا ومحلول، ولكن العمليه كلها بقى في اللوجيك. انا عمال اظبط ارتب الاستراكشر بتاعي، لو في اي حاجه فيها خطا ابدا احذفها لحد ما اوصل. يعني افلتر، شايفين في فلتر هنا ابلايد على الثلاث حاجات، ليه؟ لان لو في حاجه بايظه هنا يبقى شيلها من هنا وشيلها من هنا وشيلها. نبدا نمشي بكونسبت زي كده لحد ما نوصل لداتا كلير خالص وتبدا تشتغل معايا. اخر حاجه برضو عشان اخد التايب من هنا، ابدا اجيب كل التايبس وابدا اشوف التايب ماركس بتوعها زي الطريقه المانيوال. لو حد هيشتغلها مانيوال، هو المانيوال زيه زي الاوتوميشن بالظبط، ولكن انت لازم يبقى عندك قدره انك تشوف انت عملت ايه بالظبط بالظبط. يعني لو سالت طفل صغير قلت له هو انا هعمل ايه عشان اعمل العمليه دي، هيقول لك والله انت فتحت التايب مارك وجبت منها التايبس بتاعتها. انت بالنسبه لك دي مش بروسيس، ليه؟ دي حاجه عاديه انا عارفها. لا، انت لازم دي خطوه، دي خطوه، والكود حلها لا دي خطوه، بعدها الخطوه دي، بعدها الخطوه دي. فكل خطوه حتى لو صغيره هي خطوه جوه الكود، لان الكمبيوتر اعتبره طفل صغير مش فاهم حاجه. انت لو ما قلتلوش هو مش هيتوقع، هو لازم تديله الحاجه بالظبط اللي انت هتعملها. بعد كده بنوصل لكود سمارت زي كده، ببدا اشغله وبيبدا يشتغل معايا زي ما احنا شايفين. البلان ده كله
ممكن ياخد وقت قد ايه عشان اقعد اعمل العمليه دي مانيوال، ان انا اروح اشوف حدود الروم وابدا امشي عليها، ولو انا جيت عملتها بطريقه تاخد وقت قد ايه. انا فاكر كان في شركه قبل كده كنا طبقنا الموضوع ده، 3600 حيطه، كانت حوائط برضو، كان بيطبق حوائط، اتعمل 3600 حيطه في 10 دقائق بالظبط، على بال ما الداينامو ابطا شويه من السي شارب، ف اخد 10 دقائق عشان يرن، بعد كده طلع 3600 حيطه، كل حيطه ليها علاقه بالروم بتاعتها، كل روم اخده بارامتر معين في الوول تايب، وعلى حسب البارامتر ده بدا يحط الحوائط بتاعته، وبالتالي فالبروسيس بتمشي بالمنظر ده. انا عايز اعمل ايه؟ اروح اجيب الداتا بتاعتي، وقبل ما عايز اعمل ايه لازم اديفاين انا هعمل ايه، هبداه منين، من الرومز، تمام، عرفت ان هلنك الروم بالفلور، عرفت ان انا هشتغل على نود الفلور، امسك الاوت لاين، نظف الداتا واعمل كل حاجه لحد ما تطلع الاوت لاين، روح شوف الفلور تايب، شوف كل حاجه ازاي تجيب الفلور تايب، وبعدين روح هات الليفل من الرومز برضه. بعد كده الكود عندي هيبقى سمارت واقدر اشتغل بيه على اي حاجه، سواء بالداينامو بلاير او من الداينامو نفسه. وبالمنظر ده مش هضطر اعاني في اي حاجه، او هيبقى الموضوع كله قدامي عباره عن مشكله وانا بحلها. مشكله حد عايز يعمل حاجه بطريقه سمارت، فببدا امشي مع اللوجيك، افكر معاه 1 2 3 4، اكود، ابدا اشوف، اجرب كل حاجه لوحدها، اجرب ان الروم فعلا بتشتغل مع الاوت لاين ده ولا لا، اجرب ان انا اعرف اطلع الداتا دي من الروم ولا لا، الداتا بتطلع شكلها عامل ازاي، وبالتالي في حاجه اسمها باك جراوند للداينامو اللي هي اللي احنا قلنا عليها، اللي هي النافيجيشن بتاع الباك جراوند. انا ممكن اجرب الكود دلوقتي ونبص عليها، هتلاقي الكود طلع لك هنا في الباك جراوند، شوف رسم لك الـ لو احنا قلنا له هنا، رسم لك كل الخطوط بتاعه الرومز، ما انت قلت له استدعي كل الرومز وارسم الاوت لاين بتاعها، رسمها لك بالمنظر ده. ودي برضو ميزة للداينامو غير السي شارب، ان الداينامو هنا عندك الفيجواليز باك جراوند، انك انت الداتا اللي ماشية عندك في الواير، لو انت مسكت اي حاجة منها، دي مثلا واتش، ايه دي، لو انا جيت مسكتها نور لي الاليمنتس اللي انا ماسكها، اللي انا الليست دي ماسكاها. فانا مثلا لو قلت له انا عايز مثلا اعرف حاجه معينه، مثلا خلينا في الفينش باوندري الاولاني خالص، لو انا قلت اللاين ده فين، شوف مسك لي اللاين ده مكانه فين بالظبط، فانت هنا هتعرف اللاين ده بيعبر عن اي روم، بيعبر عن اي روم، والروم هنا طالما هي ريفت اي بي اي اوبجكت، يعني جايه من الريفت، فليها اي دي، ولو دوست عليها هيوديك ليها على طول في الموديل، لو دوست عليها هتلاقي كده بيروح لها في الموديل، there is no good view. ممكن تكون يعني مش فاتحها، تمام. فالفكره كلها ان انا بقدر اشوف هنا الداتا بتاعتي، سواء الداتا اللي هي الداتا نفسها، او اشوف الجيومتريكال داتا اللي بتعبر عنها، واقدر اشوف اللاينز واشوف كل التفاصيل دي. كل التايبس مثلا لو جينا هنا نقول له الفلور تايب، وبعدين اول اليمنتس اوف تايب، دي كل التايبس بتاعت الفلورز اللي عندي في الموديل، ولما قلت له طلع لي تايب ماركس منهم، طلع لي وكلهم فاضيين، وهي في اتنين بس اللي انت حاطط لهم تايب مارك. فبالطريقه دي بقدر هنا افيجوالايز الجيومتريكال وفيجوالايز الداتا بتاعتي برضو مع بعض. دي برضو كيسز من حاجات الداينامو يقدر ينتراكت فيها. اول كيس فيهم اللي هو الروم ديكشنري، وده كود الهدف منه ان هو بيبدا يعني يبقى انا عندي مثلا الرومز بتاعتي متسميه باسماء معينه، وانا عايز احولها للغه تانية بيزد على الديكشنري عندي. يعني عندي مثلا ديكشنري، انا الكلمات عندي انجلش، ومطلوب مثلا ان لا كلاينت عايزها فرنش، او مشروع بيتغير او حاجه زي كده. طب انت ازاي هتمسك كل الكلمات اللي عندك في الموديل وتحول مثلا كل الكلمات اللي مثلا انجلش تحولها لفرنش؟ متخيل لو حد بيعمل العمليه دي هيقعد يعملها في قد ايه؟
احنا باستخدام الداينامو والله عندي الديكشنري اهو از اكسل فايل محطوط اول كولم كل الكلمات اللي في الموديل، واقدر برضو ادخلها الاكسل فايل ده بالداينامو، اطلع كل الكلمات او كل الروم نيمز وادخلها في الاكسل فايل بتاعي، وبعدين اقول له حولها لي الفرنش. وبرضو في اكسل كنت شفته قبل كده كان بيحول من يعني زي ترانزليشن كده. بعد كده اقول له رن، هتلاقي كل الكلمات الانجليش بتاعتي زي ما هنشوف دلوقتي هتقوم متحوله لفرنش بيزد على الديكشنري بتاعي اللي انا استخدمته اللي هو، وهتلاقي الكلمات فعلا اتغيرت. ده كله في ثواني بسيطه جدا. لو العمليه دي فعلا حد بيعملها شوف كم يوم ممكن يقعد عشان يعملها. فالفكره هنا ان احنا بنسهل الشغل اللي احنا بنلاقيه، مش هستنى مثلا تول عندي نازله عشان حاجه جلوبال. التولز دايما اللي بتنزل بتبقى عايزه كل الكيسز معاها، فتلاقيها كبيره شويه، ممكن معقده شويه، ممكن ما تبقاش بيزد على الكيس بتاعتي، ممكن ابقى اشتغل بكيس تانية مختلفه، وبالتالي فانا محتاج حاجه سبيسيفيك قوي على الشغل بتاعي. وبالتالي فانا لو طورتها والتطوير بتاعها ما ياخدش مني وقت طويل، يعني على قد التاسك دي، بالعكس لازم يختصر معايا عشان ابقى افكتيف واستخدمها بعد كده، انا كده بشتغل صح. انا كده بنقل البام لليفل تاني اللي هو بقى ببدا اديفلوب على الانفورميشن نفسها. الكود التاني ده بيعمل فاونديشن، بيحسب السايد اريا، فاونديشن سايد اريا، بحيث ان انا عندي في الموديل ساعات كتير بيبقى فيه تداخل ما بين القواعد الخرسانيه بتاعتي. وطبعا دي مشكله كبيره لان في الريفت حتى ما اقدرش احسبها. لو انا قلت له احسب لي كل القواعد الاكس الطول والعرض بتاعها هيبقى في دوبليكيشن، لان في قواعد لازقه في بعض بطريقه انا عايز اخصم كل التداخلات دي واطلع بس المساحه الصافيه الجانبيه الصافيه بتاعتها عشان احسب مساحات العزل. وبالتالي في داينامو برضو محتاجين في الحته دي، لا ده في لوجيك بيهايند ان انا اعمل الكلام ده، هعمل الكلام ده ازاي، لازم افكر في اللوجيك ازاي اوصل للكود ده. لازم الاول ابدا انا عارف جيومتري بتاع الداينامو، لازم ابقى عارف جيومتري الاول. من عن طريق الجيومتري بمسكهم كلهم بوحدهم بخليهم جيومتري واحد، ببدا اعمل لهم اكسبلود. لما اعمل لهم جيومتري واحد المساحات الجانبيه دي بتتلاشى مع بعض. بعد ما اعمل لهم اكسبلود ممكن افلتر اجيب بس كل المساحات الجانبيه، وكل المساحات الجانبيه اللي تطلع دخلها في كود يحسب لك مجموعهم. وزي ما انتم شايفين الكود ده موجود كمان على اليوتيوب، ده بيقدر يحسب المساحات الجانبيه بتاعتي على الموديل بتاعي، وبيبدا يطلع رقم بالظبط للمساحه الجانبيه بحيث يبقى هو ده رقم العزل اللي انا محتاجه. في كود كمان هنا اللي هو بيحسب بيعمل لي السمارت جوين. يعني ايه سمارت جوين؟ دي مشكله كلنا بتقابلنا، ان انا عندي مثلا يعني زي ما احنا شايفين الموديل عايز يتعمل له جوين، فانا المفروض ان انا امسك element element واعمل جوين ده مع ده، اعمل جوين ده مع ده. لقينا تول نازله وبلجن نازله وحلوه قوي وكنت جربتها انا وحلوه وتمام، لقيتها بتعمل جوين لكل الاليمنتس في كل الاليمنتس حتى لو مش داخله في بعض، يعني حتى لو مش متقاطعين تعمل لها جوين برضه. فاحنا هنا برضو طورت سكريبت بيعمل ايه، بيمسك لك تقول له والله الكاتيجوري ده وخد الكاتيجوري ده، وبعدين ابدا ران الكود فتلاقيه عمل جوين للتو كاتيجوريز باللي خابط في بعض بس. هو لو انا قلت له جوين اهو انا بجرب اعمل جوين، لقيته بيقول لي اه ينفع جوين اللي فوق للي تحت، معنى كده ان هو ما تعملوش جوين من خلال الكود، معنى كده ان الكود عمل جوين بس للحاجه اللي خابطه فيها. العمليه دي انت مش تستنى شركه تعملها، مش تستنى حد يعملها، لا انت ممكن تروح نفسك لو فعلا دي ازمه في الشركه هتقعد تشتغل فيها او هتضيع فيها وقت مثلا لمده whatever، انت ممكن في اقل من الوقت ده لو انت عندك الانفورميشن دي هتعرف تنجزها وهتعرف تعملها وهتكستم الشغل بتاعك. حاجة أخيرة قبل ما نقفل اللقاء ده مع بعض، أنا حابب برضو أنوه على الشركة اللي أنا شغال فيها اللي هي دي روتس. الشركة دي بتعمل فري بلوجينز للناس، بتعمل يعني في بلوجينز كتير ليها حاليا فري وكلها، يعني أنا من خبرتي من شغلي معاهم بقى لي حوالي 4 شهور دلوقتي، التول بتطلع فيها اوبشنز كبيرة جدا جدا جدا، فيها كل الاوبشنز تقريبا شاملة كل الكيسز اللي ممكن حد يحتاجها، وهتسهل فعلا وقت طويل ومتقنة جدا، وكلها فري حاليا لحد دلوقتي هي كلها فري.
وبرضو كنا نزلنا بوست ان اي حاجه فري هتفضل فري، ف يعني اي حد محتاج اي بلوجين يدخل يبص عليها، دي حاجه هتبقى كويسه لينا كلنا. الوقت ده الوقت الاسئله، لو حد عنده اي اسئله ممكن يبدا يسال دلوقتي، يعني عن طريق انه يرفع ايده وانا هخليه افتح له مايك. جزاكم الله كل خير. لو سمحت اي حد عنده بس سؤال يعمل رايس هاند. في اتفضلي باشمهندس طارق، اتفضلي. ايوه انا بس عندي question. انا دلوقتي لو انا شغاله على small scale، اوكي، حاجه apartment، هل انا لازم اكون ملمه بكل ال construction اللي هو ال underground والكلام ده كله؟ لو انا محتاجه اكتر، ان انا يعني في شغلنا في الانتيريور بنبقى احنا اكتر حته الديزاين، الكالر سكيم، الماتيريالز، اللايتنج، هل ده يعني more efficient ولا هو بس الأكتر للميجا بروجكتس والحاجات دي؟ اوكي، شكرا ليكي باشمهندسة سارة. طيب سؤالي هنا، هل الحاجة اللي انت بتعمليها دي repetitive task؟ ده اول سؤال. تاني حاجة، هل هي ليها علاقة بالاناليسز؟ لو انت هتعمليها بايدك هتاخد وقت طويل جدا او مش هتعرفي تعمليها بايدك. في بعض الاناليسز بيبقى له علاقة بتحليل زوايا شمس، وممكن دخل فيها برامج تانية، بس البرامج ممكن ما يبقاش فيها الفيتشر اللي انا عايزها، والايديا كلير في دماغي فعايز اعمل لها اناليسز بطريقة معينة. تالت سؤال، هل الحاجة اللي انت بتعمليها دي ليها علاقة بالبارامتريك؟ مثلا ممكن انتيريو ليه علاقة ببارامتريك او جنريتيف ديزاين. لو اي حاجة من التلاتة اجابتهم لو هتحتاجيها للاناليسز، لو اناليسز او حاجه بتتكرر كتير او حاجه ليها علاقه ببارامتريك ديزاين او جنريتيف ديزاين، فانت هتحتاجي داينامو او هيساعدك داينامو في ان انت تعملي ده. انما لو الحاجه دي بتتكرر على سكيل صغير مره كل مشروع، او ان انا مش بحتاجها متكرره، لا، فداينامو مش هيبقى افكتيف في الحاله دي. لان تطوير الكود يعني ممكن مثلا انا في تاسك ممكن اعملها في يوم، والكود عشان اعمله برضو هيقعد يوم، تمام؟ بس هنا في ميزه ان انا لو ما اعمله هعرف اعمله على اي حاجه تانية هتيجي. فلو الوان تاسك دي مره واحده فخلاص كده البروجرامنج هنا مش افيشنت. انما انا لو حاجه دي فعلا بتتكرر او صعبه جدا ان انا اعملها، او جنريتيف ديزاين، بارامتريك ديزاين، فالداينامو بينتراكت في الزون ده. تمام؟ تمام يا باشمهندس. باشمهندس محمد عبد الرازق. باشمهندس محمد، السلام عليكم. وعليكم شكرا السلام. جدا يا باشمهندس لحضرتك على المحاضرة الجميلة دي، جزاك الله شكرا. خيرا عنها. تسلم. بس كنت عاوز يعني ازاي اربط الداينامو بالريفت بالاكسل، بحيث انا شغال في ميجا بروجكت، مشروع مستشفى فيه 1000 سرير مثلا. انا مهندس كهرباء، فمثلا احمال الميديكال مثلا كل شوية اغيرها، في ابديت ليها، فمثلا الحاجات دي ضخمه جدا يعني هتتكرر معايا كتير. محتاج مثلا بيبقى الكل يحمل مثلا في حاجه اسمها تاك كود، بارامتر اسمه تاك كود، تمام. يبقى في بارامتر تاني اللي هو اللود بتاع الكل حمل، وبعد كده بيبقى في التاج نيم لكل حمل، الحمل ده اسمه ايه، او المكنه او المعده ديت، تمام. فانا كل ده موجود في الاكسل شيت. انا محتاج، كنت بحاولت مره واكتر من مره بس ما عرفتش اوصل ازاي اخد مثلا بالتاك كود من الريفت واروح في الاكسل اخد كل بقى الابيرنت لود بتاعه او اللود بتاعه دخل من اكسل للداينامو ولا العكس؟ للريفت، يعني اخد تمام. من الريفت التاك كود بتاع مثلا السوكت فيكشر، اخد منه التاك تمام. كود بتاعه واحط له نفس الفيكشر ده، احط له الابيرنت لود واحط له الفول نيم او اللود نيم بتاعه اللي جاي من اكسل. اللي جاي من اكسل. تمام. طيب تمام. طيب انا هجاوبك يا باشمهندس، بس خلينا ناخد الاسئله كلها لان دي حاجه لازم اوريها لك على الدايم. تمام، شكرا. تمام. باشمهندس محمود. باشمهندس محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وكمان شكرا للباشمهندس عمر. الصوت يا باشمهندس واضح. كده واضح طيب؟ عالي ثاني كده. افضل كده طيب. كده افضل.
بس كنت حابب اشكركم على السيشن، ما شاء الله ممتازه. كنت بس شكرا. عايز اسال باشمهندس عمرو سؤال، ازاي نبدا في البايثون بما اننا اوريدي يعني انا حد بستخدم اوريدي داينامو، لكن احيانا كتير ما بلاقيش البلوكس اللي انا عايزها، وما بتبقاش كاستمايزد على اللي انا عايزه بالظبط. تمام، فلو ينفع يقول لنا بس مبدئيا كده ازاي نبدا في البايثون يبقى يعني شاكرين ليك جدا. هو انا يعني تمام، شكرا لك يا باشمهندس على الاطراء الجميل اللي في الاول. انا ممكن اتكلم عن تجربتي الشخصيه. انا كان لازم يعني انا قد لمبدا اي برنامج لازم باخد فيه كورس مع حد ينقل لي البيزك انفورميشن. بعد البيزك انفورميشن انت مع البراكتس هتلاقيك بتزيد فيه. هي الفكره كلها ان انا لازم اتعلم البروجرام. لو انت شخص بتعرف تتعلم من اليوتيوب وتمشي جو على طول، وفي تشانلز ممكن ريكومند عليك ممكن انزلها على البيج بعد ما نخلص، حد شارح البايثون من اوله لاخره حوالي اكتر من 40 ساعه او حاجه زي كده، وشارح البايثون مع الويب والبايثون مع اليوزر انترفيس، وشارح البايثون سكيورتي، تفاصيل كتيره قوي في البايثون شارحها. فانت لو بتعرف تتعلم مع يوتيوب او يعني مع نفسك سيلف ليرنينج، جو اهيد اي شانل يوتيوب امشي فيها من الاول لاخر اتعلم بايثون. بعد كده هندخل في الداينامو، هتلاقي انك بتستدعي لايبريز من الريفت اي بي اي، والموضوع هنا بيبقى محتاج شويه اكسبيرينس وبوش شويه في الريفت اي بي اي. يعني طب انا هستدعي دي، طب انا اجيب الوول دي منين، طب الريفت اي بي اي شويه رخم، اي حد يتعامل معايا هياكد لك المعلومه دي. شويه محتاج حد فاهم ريفت قوي عشان يبدا في حاجات كده انت بتتوقع ان هي دي يعني بتقول بتيجي تجربها تلاقيها اشتغلت. فالفكره ان الموضوع هياخد وقت، ولكن جو فيه هتلاقيك بتوصل لسكيل بلجنز زيها زي السي شارب، لانك خلاص بقى معاك الفول اكسس على كل الاكواد اللي جوه الريفت اي بي اي. وفي حاجات هتقف برضه في الاخر هتلاقيها مش موجوده في الريفت اي بي اي، زي السيلينج. دي كانت صدمه اصلا لينا كل، ازاي السيلينج مش موجود؟ يعني احنا بنعمل الفلور فينش وعملنا الوولز والفلورز والوزر كمان عملناه في كل روم، حطينا فيها وزر اسمها ايه وبقينا نلف عليها، وبقينا نعمل جوين للابواب بتتقطع كمان في الوولز اللي اتحطت وكل الكلام ده، وفي الاخر طب السيلينج لا مش موجود ازاي يعني. فهم غالبا اوتوديسك هي قافله فيها فيتشرز معينه. كنت سمعت كلام ان هم هيبداوا ينزلوا الحاجات دي، ولكن هم قافلينها تقريبا يعني مش متاحه لاي حد يستعملها. فانا بريكومند اي حد ناوي يكمل في البايثون مع داينامو لا يكمل، لانه هتلاقيه اسرع بكتير. انا عن تجربتي سي شارب لو بشتغله مثلا لو هعمل بلجن ياخد مثلا اسبوع، الداينامو هياخد يومين حاجه زي كده. فطبعا فرق وقت كبير لو انت بتطور مش سكيل بلجن هيتباع، لو انت ليك انت او للشركه بتاعتك فتلاقيك بتنجز وقت. تمام. اللي بعده. اتفضل شمس. شمس محمد اتفضل. باشمهندس سامع. باشمهندس سامع. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير يا باشمهندس عمرو، كانت محاضره بجد احسن مما توقعت. شكرا ليك يا باشمهندس. الله يخليك. استاذنك بس يعني ممكن هيكون عندي بس كذا سؤال. اتفضل. بالنسبه للداينامو من ضمن الحاجات اللي بنحطها في السكريبت الكود بلوكس بتبقى موجوده بلغه البايثون صح؟ لا، في بعض الاكواد اللي انا بحطها لازم بتبقى بايثون. اتفضل. طيب السؤال ايه؟ طيب عشان اجاوب عليه مره واحده، يعني قول السؤال كله وانا حضرتك عشان ابقى بروفيشنال في السكريبتس بتاعت الداينامو، هل لازم كل السكريبتس يبقى فيها بايثون ولا لا؟ فهل انا كده اتحطيت في ان انا اجباري لازم اتعلم بايثون بشكل احترافي عشان في نفس الوقت اقدر اتقن الداينامو، او ان انا اخلي السكريبت بتاعي بشكل احسن؟ تمام، ده كده اول سؤال. تمام. طب هما بس عشان اسئله كتير، فلو ممكن سؤال تاني سؤال. حته ال API، هو ال API علاقته اكتر بال C شارب ولا بالداينامو؟ يعني اللي عارفه C شارب اكتر. اوكي اوكي تمام. النقطه الثالثه البلجنز بتاعت الدي روتس، حضرتك قلت دلوقتي فور فري، لو انا نزلتها وهي مثلا اتقفلت من الشركه وعرفت انها لا دلوقتي بقت فلوس وانا نزلتها،
هل هتبقى عليا بفلوس ولا هتفضل ليا فري؟ تمام. النقطه الاخيره، البلجنز اللي انا ممكن انزلها من دي روتس، هل في اوبشن ان انا ممكن اعدل واطور فيها لنفسي، ولا الموضوع مش هيبقى اوبن سورس بالنسبه لي؟ تمام. بس شكرا، جزاكم الله خيرا. شكرا ليك يا باشمهندس. خليني امسك من اول سؤال. انت كنت بتقول هل لازم تحترف البايثون عشان تطلع سكريبتات او يعني قويه ولا لا؟ في سكريبتات داينامو معموله شفتها قويه جدا جدا جدا، واصحابها مش متعلمين بايثون. ليه؟ لان زي ما احنا قلنا الحل بتاعها انك بتدور في الاكسترنال باكجز وتنزلها. فرضا ان في حاجه مش موجوده في الاكسترنال باكجز، فساعتها عشان تحقق الكود ده يبقى لازم تتعلم بايثون. وعايز اقول لك برضو نقطه معينه، ان انت كل ما تعتمد يعني الاوبريشن بتاع الداينامو في حاجات فيها شويه لو الكود كبير ممكن محتاجه لفه وتعقيد شويه. البايثون نفسه انا بستعمله مش عشان انتر اكت مع الريفت اي بي اي، انا ساعات في بروسيس معينه بتبقى سهله ان انا برمجها بايثون عن ان انا اكتبها داينامو. بس مش لازم البايثون يرتبط بانك تعمل كود كبير، لا انت ممكن تعمل كود كبير وممكن يبقى قوي جدا وتعرف يعني تبقى انت بتعمل فكره جباره من غير اي بايثون. ولكن برضو هرجع اقول لك على حسب انت بتطور ايه. في حاجه انت ممكن ما تعرفش تطورها غير لما تتعلم بايثون او تجيب الكود المطلوب بيها بالبايثون. وفي سكريبتات انا كنت نزلتها فيها يو اي معين، يو اي ده اللي هو اليوزر انترفيس اللي هي الويندوز اللي بتطلع علامه الويندوز اللي هي النافذه بتاعه الويندوز. ففي بعض الداتا عشان تدخلها انت محتاج نافذه زي دي عشان تبدا تدخل منها الانبوتس بتاعتك. فالكلام ده ممكن تكتبه جوه بايثون او السي شارب. داينامو زي ما انت شايف البلجنز في اكسترنال باكج بتعملها بس ما تبقاش كويسه، ما تبقاش قويه. فطبعا كل ما يبقى معاك بايثون اكتر كل ما هتفهم انت هتستفيد بالبايثون، انك تفهم انك تنتراكت على الفول اكسس على الريفت اي بي اي، وفي نفس الوقت تفهم الريفت اي بي اي اكتر عشان لو اخدت الستيب سي شارب تبقى فاهمه على طول. ده كده بالنسبه لاول سؤال. تاني سؤال، قلت لي هل الريفت اي بي اي له علاقه بالبايثون ولا، خليني افتح لك الريفت اي بي اي. وحلو قوي السؤال ده على فكره لانه فعلا تريكي شويه. ده كده الريفت اي بي اي. انت معاك حق في نقطه ومش معاك حق في نقطه ثانيه. الريفت اي بي اي مكتوب بالسي شارب، يعني السي شارب في حاجات فيها اسمها بابليك ستاتيك وول، وبعدين نبدا من هنا وبعدين نبدا نقرا من هنا. ايه الكلام ده كله؟ ببساطه خالص هو بيقول لك ان الميثود دي، ان دي كده اسمها ميثود. ميثود يعني ايه؟ يعني حاجه بتعمل لك بروسيس معين في الموديل وتطلع لك اوتبوت. هتطلع لك ايه؟ سي شارب كله داتا تايب، هتطلع لك هول. يا سلام، يعني اللي مكتوب هنا ده الاوتبوت بتاع الميثود، الداتا تايب بتاعه مكتوب هنا، فدي الوول اللي هتطلع لك من الكرييت الميثود دي. تمام. طب ايه البابليك ستاتيك؟ دي اللي هي الفانكشن نفسها. الفانكشن نفسها بابليك يعني تتنادى من اي حته، ستاتيك ظاهره في كل. الفكره ان ده كله، لا احنا لو هنبرمج بالبايثون انا هاجنور كل ده، والسي شارب انا هاجنور برضو. انا يهمني من اول الحته دي اعرف اقرا ده واعرف اقرا ده. ولكن الريفت معمول انك تعرف تطور بيه في السي شارب والفيجوال بيزك، ومكتوب فيه حاجه سي بلس بلس، وبرده في اكزامبلز بتبقى في البايثون. فالبايثون انت لو قلت له مثلا وول دوت كرييت، ليه هنا وول مش الوول دي؟ لا انت هنا وول. ليه؟ لان ده اسم الكلاس نفسه اللي بيطلع لك وول، فانت هنا بتنادي على اسم الكلاس ويطلع لك وول برضه. يعني دي حاجات لازم يعني وانت بتتعلم لازم تفوكس عليها قوي عشان ما تلخبطش. بس لو انت بالبايثون بتكتبها هتكتب كل ده بس بالسنتكس بتاع البايثون. طب انا هنا ايه؟ انا مش هيفرق معايا ده ريفت ده هستعمله جوه السي شارب ولا البايثون، قد ما يفرق ان انا اعرف اقراه، اعرف اقرا ان الميثود دي، ان الميثود دي اسمها كرييت وول دوت كرييت. تمام. وافتح القوس ولازم استدعي هنا دوكيمنت. تمام. واستدعي هنا كيرفز، واستدعي هنا اليمنت اي دي اللي هو وول تايب اي دي، واستدعي هنا اليمنت اي دي تاني اللي هو الليفل اي دي، وبعدين البول ستراكشرال ولا مش ستراكشرال. وقف القوس. سواء انت في السي شارب او في البايثون لازم تعرف تقرا بالطريقه دي الريفت اي بي اي. لو انت اصلا اخدت سي شارب الطريقه دي انت كده كده عارفها لان ده مكتوب بالسي شارب.
مفيش هنا طريقه مكتوبه بالبايثون، ودي كانت مشكله كنت بعافر بيها في الاول. بس بعد ما خدت كورس السي شارب وعرفت ازاي احاول او ازاي اقرا الكود ده، لقيته حاجه بسيطه جدا، ان انت بتطلع ان دي الاوتبوت، وان كل واحده هي الداتا تايب بتاعه الحاجه اللي جوه. لو جينا مثلا نمسك حاجه ثانيه، وخد بالك برضو هنا فرق بين الميثودز. الميثودز دي العمليات اللي ممكن تتم على الكلاس معين او على الوول معين او على الكلاس عشان تنتج لك وول، تعمل لك حاجه معينه، تعمل لك فليب مثلا للوول. شايف دي فليب، بتاخد بارامترز ما تاخدش في البارامتر، بتعمل لك ايه حاجه اسمها فويد، ما بتعمل ما تطلعش حاجه في الموديل، هي بتعمل لك اوبريشن على ايليمنت بس مش ما فيش مخرج، فحاجه اسمها فويد. على عكس دي اسمها وول، بتطلع لك وول. فهنا الاوتبوت محطوط قبل الميثود نفسها، ده طريقه الكتابه بتاعت السي شارب هي كده مكتوبه كده. فانت في البايثون تقدر تفهمها كده بقى، اللي هو ايه، لا ده انت هتكتب وول اللي هي اسم الكلاس نفسه دوت فليب، وتسيب القوس فاضي لان مفيش بارامترز تقدر تدخلها. انت لما تقول له مثلا فليب الوول دي، نرجع للطريقه المانيوال، هل بتقول له بتدخله بارامتر؟ لا، انت بتدوس زرار فليب بيقوم عاملها فليب، فليب يفليب الناحيه الثانيه. فلازم ابقى مستوعب ريفت قوي عشان اقدر افهم الحاجات دي كلها. نيجي هنا في ميثودز وفي بروبرتيز. بروبرتيز قلنا زي خصائص جواها. لو جبت دي مثلا، في حاجه اسمها جيت. جيت يعني ايه؟ يعني بتشوف لك الحيطه دي مقلوبه ولا مش مقلوبه. في حاجات ثانيه هتقول لك مثلا، مش عارف موجوده هنا ولا لا، بس في حاجات هتلاقيها جيت وست، حاجه زي كده. structural usage يعني ايه؟ يسد دي يعني اقدر اغير فيها، يعني اقدر احط قيمه ليها. فدي بارامترز، البارامترز اقدر اقول له جيت يعني طلع لي قيمتها، سيت يعني حط لي قيمه ثانيه. والكلام ده كله بيتاخد في داينامو برد. لو انتم مارسين، الناس اللي عارفه داينامو هتبقى عارفه ان في element dot get parameter by name، element dot set parameter by name. بيكلم فين هنا؟ بيكلم الحته دي في الريفت اي بي اي، وبعدين يبوش ثاني على الداينامو. فالفكره عندي ان انا لو عرفت اقرا مش هيفرق معايا انا بطبق بالسي شارب او بالفيجوال بيزك، او لان هو ده اللي انا محتاجه. بس محتاج اعرف ايه دي بروبرتي، ايه دي كلاس، سوري ايه دي ميثود، الميثود بتعمل ايه، بستدعي فيها ايه، بخلص اعرف اجيب ده منين. وهنا برضو الموضوع بسيط جدا، قلت له اوبن نيو ويندو، يقوم جايب لك الكود بتاع الدوكيمنت. طب الدوكيمنت ده اجيبه منين؟ ادخل هنا وشوف الميثودز بتاعته، ونفضل بقى نمشي كده لحد ما نوصل لايه، ازاي نجيب دوكيمنت وازاي نجيب الحاجات ده. ده اجابه لتاني سؤال بتاعك. ثالث سؤال، لو ممكن لو نزلت حاجه دي روتس البلجنز اللي فيها وبعدين قلت له انا محتاج، هل ممكن تبقى بفلوس؟ اكشلي السي او بتاع دي روتس اللي هو جوزيه البرتو نزل بوست من فتره تقريبا من شهر، قال ان اي حاجه فري في الوقت الحالي هتفضل طول عمرها فري. ودي كلمه ما تقدرش تتغير، لان هي يعني بوست عنده على على الوول بتاعه دي روتس، وبالتالي فما اعتقدش ان هي هتبقى بفلوس بعد كده، لا هي هتفضل فري على طول. اوبشن انك تطور عليها، لا هو مش فاتح لك السورس كود بتاعها، هو منزلها لك از بلجن مقفوله متشفره دي ال فايل، هتتسطب عندك وتبدا تشتغل. ولكن في ميزه حلوه قوي برضو شفتها جوه، انك ممكن تبعت لهم انا عندي في كذا كذا، هل ممكن نبدا نعمل كود على كده؟ يعني لو في ايديا قويه فعلا ممكن ياخدوا البروبوزل ده ويطبقوا. ولو في كاستم ديفلوبمنت بقى، دلوقتي في شركات ممكن تيجي انا عايز تعمل الكاستم بلجن ده، فيبدا نشتغل للشركه دي مخصوص بعقد مخصوص. فدي البروسيس جوه دي روتس. اتمنى اكون جاوبت على كل اسئلتك بشكل كويس. تمام، شكرا جدا يا باشمهندس، جزاكم الله خيرا. بس اخر حاجه، بس لو حضرتك تحط لنا مصادر تعلم البايثون سواء ككورس بيت كورس او كمصادر على اليوتيوب. اوكي حاضر، هحط كورس كامل مهندس اسمه تقريبا عيسى، هو حد خليجي بس منزل فعلا كل حاجه انا لقيتها كانت كامله في البايثون، يعني كل حاجه هو شارحها بالتفصيل. هنزل اللينك بتاعه ان شاء الله على الايفنت. شكرا يا باشمهندس، جزاكم الله خير. عفوا، شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام باشمهندس، شكرا لحضرتك على المحاضره دي، وبشكر المهندس عمر بلو على المجهود اللي عامله الفتره اللي فاتت. كان عندي سؤال بعد اذنك. اتفضل. انا بشتغل داينامو، تمام، وبعد الداينامو يعني لجأت ان انا اتعلم سي شارب، وحاليا انا في الاوبجكت اورينتد، تمام؟ تمام. في نفس الوقت انا محتاج حاليا اتعلم بايثون عشان اربطها بالداينامو، ومحتاج يعني اطلع شغل بروفيشنال اكتر من كده في الداينامو. فهل نصيحتك اللي انا استنى لما اخلص السي شارب واطلع شغل بيها كادنز وبعد كده ابدا اتعلم بايثون،
ولا اتعلم بايثون دلوقتي في نفس الوقت، ولا هيكون فيها مشكلة اللي هو اللي انا بتعلم لغتين برمجة في نفس الوقت؟ الحقيقة ما أقدرش أجزم لك، لأن دي هتتوقف عليك أنت شخصيا، هل أنت شخص تقدر ولا ما تقدرش. يعني أنا بالنسبة لي ما فضلش، بس في ناس تانية ممكن تبقى عملت حاجة زي كده قبل كده، حد يعرف يتعلم حاجتين في نفس الوقت. السينتكس مختلف، سينتكس يعني طريقة الكتابة مختلف، فهل ممكن يحصل لخبطة؟ دي برضو بتتوقف عليك وعلى مدى تقدر تلم معلومة لفترة قد إيه وتحتفظ بيها، خصوصا إحنا في ضغط شغل وكده، فده يعتمد عليك بشكل أساسي. تمام. طب انا عندي سؤال تاني برضو بالنسبه، ما اعرفش حضرتك ممكن تقدر تفيدني فيه ولا لا، اللي هو التسليح في الريفت واستخدام الداينامو. هل لحد دلوقتي الداينامو كافي اللي انا يطلع لي شغل الشوب درونج اللي انا بطلعه بالبرامج التانيه كاوتوكاد ستراكشر ديتيلينج والاوتوكاد العادي؟ هل الداينامو مع الريفت كافيين ان هم يطلعوا لي نفس الشغل؟ اوكي، انا هسألك سؤال، ايه هو التحدي الكبير اللي في الداينامو؟ انت قلت انك بتعرف تشتغل داينامو صح؟ ايه هو التحدي اللي انت شايف ان الداينامو ممكن ما يقدرش يعمله؟ يعني انا بالنسبه لي شغل الشغل اللي انا بطلعه بوتوكاد ستراكشر ديتيلينج كشغل اسرع كبرزنتيشن، انا مش قادر احصل عليه في يعني بايرف. طيب هقول لك سؤال تاني، طالما انت بتطلعه بكاد ستراكشر ديتيلينج، ليه او ليه محتاج تطلعه بالداينامو؟ يعني طالما في برنامج بيقدر يعمل كده، الا لو كان في قصور ساعتها احنا بنحله ببرنامج تاني، فاهمني؟ لان في بعض الاونر بيطلبوا عايزين الموديل كامل يكون فيه كل يعني كل الشيتات وكل ما نلجاش البرامج تاني، يعني هو عايز موديل واحد يكون فيه جميع الاخراجات اللي طالعه من الموديل، حاجه مش عايز. سبيسيفيك يعني. طيب انا اكشلي ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده لاني انا معماري بالاساس، فانا مش عارف التسليح وشغل الدرافت انا فاهم ده. ما اقدرش، يعني ما اعرفش حدوده فين، بس هو لو على قد ان انا ما اعرفش برسم خطوط او بعمل بحط موديل جوه الموديل، بكريت حاجات جديده جوه الريبورز جوه الموديل، فالداينامو يقدر يعمل كل ده. ولكن الموضوع ممكن يتعدى الحدود دي، ان هو لازم يبقى بلجن. ليه؟ لان ممكن البرنامج يكبر منك قوي والداينامو بتاعه يبقى تقيل قوي في الرن، فبرضه في ليميتيشن، لوجيكال ليميتيشن بنشتغل بيها، يعني عمليه منطقيه ما ينفعش نخرج عنها. لو البرنامج هيبقى كبير قوي 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 مش هقدر اشتغله على فيجوال بروجرامنج، ولا يبقى السي شارب افضل. طب ايه ليه السي شارب هيبقى افضل في الحاله دي؟ لان السي شارب منظم اكتر عن الفيجوال بروجرامنج، لان هو اصلا برنامج برمجه، برنامج فيجوال ستوديو ده بنبرمج عليه سي شارب، فكل حاجه داتا تايب زي ما انتم شايفين كده، كل حاجه ليها اساسها، بيجي من هنا بيروح هنا، فكل حاجه منظمه في السي شارب. فلو برنامج كبير ساعتها هنضطر نعمله بسي شارب، بيبقى ممكن يبقى زي بلجن، اخد بالك؟ انما كبروسيس منفصله اعتقد ان هي ينفع تتعمل جوه الداينامو. ولو حاجه سبيسيفيك بقى او مش موجوده في البلجنز الموجوده اوريدي، ساعتها التطوير في الداينامو هيبقى يوصلك للبيست اوبتيمم بوينت، اللي هي الكريتيكال بوينت، اللي هي اقل وقت ضيعته باكتر نتيجه حصلت عليه، لان في برامج اصلا بتعمل كده، فمش مش منطقي ان انا اروح اطور على اللي هم بيطوروه، لا هو خلاص ده موجود، ففي نقطه بس انا عايزها، فاروح على طول اطور على النقطه دي. تمام، شكرا لحضرتك. في حد كمان؟ عمر أمين اتفضل. باشمهندس، حابب أشكر حضرتك على المحاضرة دي في الأول. شكرا ليك. العفو. وكان عندي سؤال بالنسبة للبايثون، لو هستخدمه بديل مثلا للسي شارب، باني استخدمه في الداينامو من غير ما استخدم نودز خالص، يعني انا هستخدمه كلغه برمجه جوه الداينامو، ومن خلال الاي بي اي فاقدر اعمل اي نفس الحاجه اللي اقدر اعملها بالسي شارب بالظبط، يعني اكني شغال بس من جوه الداينامو. فهنا هتواجهني بقى مشكله ان الداينامو الفايل بتاعه مش بيبقى متشفر، هو بيبقى اوبن سورس، واي حد يقدر يفتح الفايل بتاعي ويشوف السكريبت، فدي هتبقى مشكله. فهل
في اي حاجه تقدر تشفر لي الفايل بتاعي وتحوله مثلا في اليوزر انترفيس كانه ادن مثلا حد يشغله من اليوزر انترفيس مثلا حاجه شبه الداينامو بلاير مثلا، بس في نفس الوقت محدش يقدر يفتح السكريبت بتاعي بحيث ان اقدر مثلا ابيعه او استفاد منه باي طريقه تانية. هل في حاجه ممكن تعمل كده؟ هو اكشلي في حاجه اسمها باي ريفت. باي ريفت ده بلوجن بيتسطب على الريفت، بيظهر هنا في تاب لوحده، ريبون لوحده. الباي ريفت ده بتحط فايل بايثون جواه، وفايل البايثون ده بيظهر لك هنا كانه بلوجن هنا كده، كانه بلوجن هنا كده، فتيجي تدوس عليه فتلاقيه ران فايل البايثون. بس فايل بايثون برضو اللي محطوط في مكان ما في الويندوز بتاعك مكشوف، لو حد فتحه هيفتح معاه. مفيش حاجه تقدر تقفلك الكود غير ال دي ال ال اللي هو بيطلع من السي شارب، اللي هو بيبقى بلوجن عاديه زي الادنز. وعايز اقول لك برضو ان الادنز دي مش مقفوله، لا ده في حاجات بتفك الكومبايل بتاعها، يعني في برامج تقدر تحط فيها الدي ال ال ويطلع لك السورس كود. ربنا يسامحني ان انا قلت كده، بس يعني اعتقد في ناس عارفه ودي حاجه يعني معروفه ان اي كود حتى لو موجود في حاجات بقى تقيله قوي اللي ممكن ما تتفكش، بس اغلب الحاجه بتحطها فيه بتلاقيها اتفردت قدامك يبان اللوجيك بتاعها. فالفكره لا يعني مش هتقدر تعمل كده. واصلا الميزه بتاعه داينامو ان انت بتسود، يعني انت بتشتغل بطريقه بسيطه، شايف هنا النودز كلها واضحه، اللوجيك قدامك باين، عارف تشوف هنا ايه في ايه، عارف تشوف هنا الكاونت ظهر، لو مسكت اي حاجه لو هي جيومتريكال هتبان لك هنا في الجيومتري، لو هي داتا مش يعني هتبقى عارف اي دي بتاعها ظاهر. غير السي شارب، السي شارب عشان عشان تديباج السي شارب يعني تشوف الايرور فين لازم تقفل ريفت وتران الكود بتاعك، تعمل كومبايل للكود بتاعك وبعدين تفتح الريفت تاني، ده بس عشان تجرب قيمه، انما هنا ران على طول. فالفكره هنا في سهوله، هم مش سامحين ان البرنامج ده يبقى كده. يعني انا كنت في مره عملت زي حاجه توقف اليوزر لو 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 يعني لو الكود ده ما اشتغلش في مكان معين، لو ما اشتغلش في الشركه في داخل اطار الشركه ممكن تروح تمسح الكود من الويندوز. ودخلت في الويندوز وعملت اوبريشن وممكن يعمل شت داون، ممكن يعمل اي حاجه، ولان الكود دي المفروض ان هي تبع الشركه ما تطلعش في بره، فكنت طورت كود زي كده. بس برضو ارجع اقول لك انه يعني لو حد فاهم شويه مش هيبقى مشكله قدامه ان هو يشيل الاكواد دي، لان الكود اكسبوزد، يعني ده هو اللي فتح الكود اللي انا هعمله هيبقى شايف، هو لو فاهم فيه ايه هيبقى شايف انا كاتب السطر ده فين ويقدر يشيله. فهي دي الفكره، ان هي بتعتمد على هي فيجوال بروجرامينج وهو اوبن سورس، ففي الحاله دي هو كده اكسبوزد، ما تقدرش تقفله بطريقه يعني نقدر نجزم ان محدش هيشوفه، لا هتلاقي في ناس برضو ممكن تفتحه او مش هتقدر انت تقفله خالص. اتمنى اكون جاوبت على سؤالك. شكرا جدا يا باشمهندس. العفو. في باشمهندس النجار، احمد النجار. الو، اتفضل. السلام عليكم. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. العفو. العفو ليك. معلش انا ممكن يكون السؤال اللي هسأله انتوا قلتوه، بس انا كانت عندي مشكله في الصوت في الاول فمعلش سامحوني. ولا يهمك. طيب السؤال الاولاني دلوقتي اللي انا فهمته من كلام حضرتك ان الداينامو ممكن استغنى بيه عن ان انا اشتغل بايثون او استغنى بيه عن ان انا اشتغل سي شارب، ولا انا فعليا لازم اتعامل مع اكتر من تولز عشان اوصل للي انا عايزه؟ يعني هل انا لو اتعاملت حاجه لو اتعلمت برنامج منهم واحترفته وصلت لمستوى معين فيه خلاص انا دوت هيقدر يوصلني لان انا اكريت اي حاجه انا هحتاجها، ولا ستيل هيفضل في حاجات دي الليمت بتاع البرنامج دوت وانا لازم الجا لبرنامج تاني علشان توصلني ليفل تاني؟ اوكي. طيب مبدئيا احنا قلنا ان الداينامو فيجوال بروجرامينج، فانت هنا بتقارن الفيجوال بروجرامينج بلغه تراديشنال بروجرامينج لانجويج زي البايثون او السي شارب. فالمقارنه هنا يعني مش متساويه، لاني هقول لك الفيجوال بروجرامينج هيبقى اسهل منهم كلهم، دي اول نقطه. طيب لو افترضنا نحترف ايه فيهم، لو احترفت البايثون هتضطر تشتغل على حاجه اسمها باي ريفت،
طيب نشوف الاكسبيرينس الموجوده، الناس اللي محترفه باي ريفت، هل في ناس كتير في السوق؟ في ناس محترفه بايثون، في ناس يعني تقدر تبرمج بايثون على، في زخم عليه ولا لا؟ باي ريفت في زخم عليه من قريب تمام، بس مش زي السي شارب مثلا، مش زي الداينام. السي شارب عليه زخم كبير جدا من زمان، الداينامو عليه زخم كبير جدا. يعني ايه عليه زخم؟ يعني لو انا دخلت سرشت على حاجه مثلا، قلت له ان انا مش لاقي النود دي او انا عايز اعمل حاجه زي كده، هتلاقي في حد كان قابلته المشكله دي قبل كده وسرش عليها وطلع لي الاكواد بتاعتها. انك تتعلم بايثون هتشتغل على الباي ريفت بس، والباي ريفت مش بتحتاج فيه داينامو، انت بتكتب الكود كله بالبايثون تمام. وبس عشان تتعلمه لازم تاخد كورس فيه، لان هو شويه، عشان هو انت بتبرمج على الريفت اي بي اي، فمش سهل زي ما انت تتعلم مثلا سي شارب لوحده وتبدا تتعلم الريفت اي بي اي لوحده وتدمجهم مع بعض. فده لازم حد يديك الكورس. لو انت تتعلم سي شارب فانت ممكن تتعلم سي شارب لوحده وتعرف ريفت اي بي اي ازاي تنتراكت السي شارب مع ريفت اي بي اي وتدخل العمليه دي مع بعض، يعني تدمجهم مع بعض وتشتغل. فبرضه ممكن تمشي الباستا والداينامو طبعا تقدر تشتغل بيه لوحده. طبعا البايثون والسي شارب بدات بيهم لان هم الاثنين ليهم فول اكسس على الاي بي اي. الداينامو اللي هتقابلك فيه ليميتيشن، لو الحاجه اللي انت طالبها ما فيش حد تاني قبلك عملها وحاجه سبيسيفيك قوي، وبالتالي فهيقابلك فيه ليميتيشن شويه، فلازم هتبوش معاه شويه ببايثون او هتقدر تسيرش على نودز بتاعتك عشان تقدر تفولفيل النيدز بتاعتك. فانت ممكن تتعلم اي برنامج منهم بس كل واحد ليه ميزه وعيب. خد بالك يا باشمهندس. تمام. طيب اتمنى اكون جاوبتك. كان في سؤال معانا بس من الاول، باشمهندس محمد عبد الرازق كان بيسأل ازاي من الاكسل اروح استدعي حاجة من الاكسل واقراها في الداينامو. طبعا هي دي حاجة تكنيكال، خليني هايلايت عليها بسرعة. انت لو جيت تسرش على الاكسل هتلاقي عندك هنا import excel و export excel. import excel بتستدعي هنا اي فايل من الاكسل، فلو قلت له هنا انت بتدخله فايل، وعشان ادخله فايل هسرش على فايل وهسرش على فايل from boss، لازم الاوتبوت يبقى فايل، فبوصل فايل في الفايل. بعد كده بوصل هنا الباس، والباس ده ممكن يبقى سترينج عادي او بوصل هنا الباس. الشيت نيم دي النيم اللي طالع لك من اللي هو في يعني لو فتحت اي اكسل هنا عندي. لو فتحت اي اكسل وبصيت عليه هتلاقي هنا بيقول لك مثلا ان انا عندي هنا اسم الشيت تحت، هو ده الشيت اللي انا هدخله، ان الداتا اللي هنا هي اللي هتدخل، فده اسمه اللي هو الشيت باس. انت هنا بتروح تجيب، سوري ده اسمه شيت نيم. الباس هنا قلنا ان بندخل مكان الباس عندي في الويندوز. الشيت نيم هنا بدخل اسم الشيت نفسه. بعد كده ريد از سترينجز اللي هو يدخله لك از سترينجز ولا لا، شو اكسل يعني هو بيمبورت الداتا يفتح لك الاكسل ولا لا. بعد كده الداتا بتاعتك دي هتطلع وتقدر تستخدمها عندك انك توصلها جوه الاليمنتس بتاعتك اللي انت عايزها، وتبدا بقى تعمل تبني اللوجيك بتاعك وتوصل كل حاجه في بعض. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام يا باشمهندس، شكرا جزيلا لحضرتك. العفو. وان شاء الله يعني اتمنى ان شاء الله في المحاضره القادمه ان شاء الله لو في اي حاجه هبقى مع حضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. لو في قدامي اي حاجه. ما عنديش اي مشكله. يبقى احنا هنا في الاخر. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس سامع حضرتك. انا كنت بفنش حضرتك، عايز تقول حاجه ولا؟ لا لا اتفضل. أوكي. طيب يبقى في الاخر احنا اتكلمنا عن ليه بنستخدم الداينامو، ويعني ايه داينامو، يعني ايه ريفت اي بي اي، وعرفنا يعني ايه بايثون وبستخدمه ازاي، والبيست براكتس ازاي اعرف افكر في الكود، وبصينا على اكزامبلز من الداينامو بتاعنا. و في الاخر احنا نقدر نستخدم داينامو في 3 كيسز عندنا في المشروع، لو انا هستعمله عشان الاناليسز او الورك فلو،
اوتوميشن او لو هشتغل بارامتريك ديزاين او جنريتيف ديزاين. ده لينكد ان بتاعي لو عملنا اللي هو البرنامج بتاع البيلوت مش متذكر اسمه هيروح اللينك على طول. شكرا لبشمهندس عمر سليم والتيم وبشكر بيم ريبيا على الاستضافه دي. وان شاء الله هستناكم في السيشن الجاي اللي هو البيم اي اي ارتفيشال انتليجنس على مستوى البيم، اللي هو هنتناقش بقى لو كانت بدايتنا هنا في الداينامو طب ممكن ننتهي فين بان احنا نبدا نبرمج على البرامج الهندسيه او على المجال الهندسي ده ممكن يرمينا لفين بعد كده. لاني احب اكد لكم ان في خلال ممكن 5 سنين قدام كل اللي احنا فيه دلوقتي هيتغير وهنقلنا نقله تانية لاني بدايات المرحله دي بدات تظهر من دلوقتي. اشكركم تاني وكنت سعيد ان انا معاكم في الفتره دي ويا رب تكونوا استفدتوا بحاجه. شكرا ليك يا باشمهندس عمر. الف شكر يا استاذنا، الله يكرمك. شكرا عمر. انا حطيت الرابط بتاع رابط الحضور، يا ريت الناس تتاكد هو جه لها على طول. اول ما يخلص الاستبيان هيجي له الشهاده على طول على الايميل بتاعه على طول ان شاء الله. شكرا لكم، الف شكر.